محمد الكاشف مهندس ديكور من ضعاف السمع، تمكن من تحقيق نجاح مذهل وتغلب على كل التحديات والصعوبات في نطاق عمله. بالنسبة لمجال الديكور عامه، انا الحمد لله بشتغل في كل المجالات على حسب المشروع اللي بيجي، بس اكتر حاجه بحب اشتغل فيها اللي هو مجال السكني. اشتغلت من 2007، كنت شغال في شركه كبيره واخدت خبره 5 سنين، وبعد 5 سنين قررت ان انا افتح مكتب خاص حاليا عشان يبقى عندي خبره اكتر في التواصل مع العملاء. اكتر حاجه في مجال التصميم بحب اشتغل فيه، يعني اللي هو يعتبر مجال الاساس المتعدد الاستخدام، عشان يبقى مناسب للشباب اللي هو لسه في بدايه حياته يقدر يستعين بالنماذج مختلفه بالمسحات الصغيره. التحديات والصعوبات اللي واجهتني في المجال العمل في الاول، ان انا من قبل ما اخدت الكليه كان في، يعني مش عايز اقول، كان بيحصل زي بعض التنمر في ان احنا فئه مش ما عندناش المقدره ان احنا نقدر ننجح ونتواصل. فحبيت ان انا اثبت ان احنا الحمد لله عندنا الامكانيات وعندنا المهارات ان تساعدنا ان احنا نقدر نتواصل مع الناس بشكل طبيعي جدا. وده جه نتيجه تدريبات من بعد ما اتخرجت لحد النهارده. المشاركه المجتمعيه الفعاله والحصول على المركز الأول كأفضل تصميم للبوابة الجنوبية لمدينة دمياط للأثاث يعكس أسلوباً هندسياً متميزاً برؤية فنية مختلفة. سبقت تصميم بوابة مدينة دمياط للأثاث كان في شهر 5، دي كانت أول تجربة لي أن أنا أخش أشارك في مسابقة، فقلت استفيد بالوقت اللي هي بعد فتره الكورونا، لان كان لي اثر صعب علينا كلنا. فحبيت ان انا استفيد بالوقت ده، ان انا استفيد بحب المجال الديكور، ان انا اعمل تصميم لمدينه الاثاث، يعتبر من العنصر المهم لمدينه دمياط بشكل عام. فالحمد لله ربنا كرمني وفزت المركز الاول وحصلت على افضل تصميم لبوابه مدينه الاثاث. الحقيقه يوم التكريم كان يوم مهم بالنسبه لي، وشجعني ان انا اشارك في مسابقات الفتره اللي جايه في مشاريع خاصه بتطوير مصر بشكل عام. استعين بالله وركز في حلمك وهدفك وجادب وعافر، وكل تجربه بتتعلمها بتوصل لتجربه افضل، ان شاء الله توصل الهدف اللي انت عايزه. المضي بخطى ثابتة والتركيز في الوصول إلى الهدف لتحويل المعوقات إلى مصباح ينير الطريق مهما كانت التحديات. خالد أحمد، NBC مصر.